استقبل رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي اليوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديميستورا الذي يواصل جولته في المنطقة، زيارة حظي خلالها باستقبال جماهيري بولاية السمارة وجمعته لقاءات مع أعضاء من المجلسين الاستشاري والوطني الصحراويين. لن أفصح عن محتوى النقاشات التي دارت بين المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ومسؤولي الجمهورية الصحراوية وقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب لكونها تأتي في إطار خاص، وكل ما يمكن أن أقوله هو أن الممثل المبعوث الشخصي للأمين العام كانت له فرصة للاطلاع المباشر على الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي. إرادتنا قوية في العمل من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة، ولكنها إرادة أيضا قوية في التشبث بحقوقنا غير القابلة للمساومة وبالدفاع وباستماتة عن حقوقنا في الحرية والاستقرار.